وقبل يعني موعد الأكل بساعة بتشربوا لكم قب من هالشوربة هذه. وإذا بدكم تزيدوا فعالية المواد اللي ضد الأكسدة وحتخفف الالتهابات ضيفي لكم ملعقة من الكركم، ملعقة من الكركم. واللي بيحب الشغلات الحارة وبقدر يشرب شغلات حارة يضيف ملعقة من الشطة أو الفلفل، ينحط مع ينعمل طحن من الفلفل وتنحط على الشوربة. انتوا في هاي الحالة بتاخذوا شغلات حارة قوية للالتهابات، للآلام، بتوقف الآلام مباشرة وبتعملكم عملية تنظيف وتخشية للكولون اللي بعدها ما تجوعوش، لأنكم مش هتجوع، لأنه انتوا هتاخذوا شغلات كوليسترول عالي الجودة نافع، كولاجين نافع، مواد ضد الالتهابات، مواد لتخفيف الألام في كاسة هالشوربة هذه صباحا أو مساء. بس الدجاج يكون بلدي، الحمام طبعا ما هو كله بلدي، الخروف كويس، الشوربات احنا ما بنقول تاكلوا لحم، كلوا اشربوا الشوربات اللي هي دهون نافعة. الأسماك نفس الموضوع، انتوا بدكم تاكلوا لكم مرتين ثلاثة في الأسبوع، انتوا مراد بدكم سمك، بدكم كبدة، الكبدة نفس الشيء، كبدة الخروف فيها كل هالحديد وهالمغنيزيوم وهالعناصر الكولاجين هاي اللي بدها تبني لنا الغضاريف. كله كبدة مع بقدونس، مع بصل، مع ثومة، مع فلفل حار، مع الليمون. في أزكى من هيك أكلات؟ هاي الأكلات اللي بدها توقفكم عجريكم وتطيب. شو شغلات كمان بدكم تكثروا من الكركم؟ بدكم تاخذوه مرة مرتين، بس بفضل مع السلطات. بدكم تعملوا سلطات وتحطوا عليها الطحينية، الطحينية هي ما بتنعمل، بتنشرها الطحينية اللي هي السمسم المطحون. ما عندكم مش طحينية وعندكم سمسم، اطحنوا وحطوا على الشوربات. خدوا من هالحبوب هذه اللي فيها كولاجين واللي حتخفف الألام كتير. عندكم السمسم، عندكم حب الرشاد، حب الرشاد قوي جدا، عندكم الخردل، الخردل حبوب الخردل اللي إذا بتنطحن هذه وبتكون عندكم في المرتبان بتحطوها على السلطات، هذه قوية كتير بتخفف الألام بشكل كبير. فحب الرشاد، الخردل، النعنع، الزعتر، الريحان، بذور الريحان، بذور الفجل، كل هذه البذور نافعة، خدوها كلوها كلوها. وإحنا بنستخدمها طبعا في الزيوت مع زيت الزيتون وبتجيب نتيجة كويسة، لأنها يعني كويسة للعضلات والتشنجات والأعصاب وتحفيز للأعصاب. الشغل المهم لأي واحد بيعاني من آلام الرقبة النوم، النوم 8 ساعات عشان يرجع يبني أكتر. بس أثناء وضعية النوم كلناها بنرد نعيدها لا أهميتها، لازم تحطوا الشال الصوف هذا اللي تبتوا الرقبة وتناموا بوضعية صح. هلأ كيف بدنا ننام صح؟ بتكون بتنام صح، بتروح بتعمل حمام مي سخنة، مي فاترة ومي باردة قبل ما تنام، هذه أساسيات. أو بتقعد في البانيو، بس لما بدك تقعد في البانيو وتحط المياه الساخنة اللي تريح كل جسمك وتحط الخل والملح 4 كاسات 4 كاسات والمغلي الأعشاب هذا عشان ترتاح. بدك تقعد وتضمن انه رقبتك تضلها مستقيمة وجاعس في وضعية صحية كويسة. هذه أساس، هذه إذا تذكرتوها إنه بس ما تحنوا حالكم، هاي ثلثين العلاج أو ثلاث أرباع العلاج. لازم تضلكم وتمنعوا تحنوا حالكم بأي ظرف. إحنوا ظهركم من تحت مش مشكلة، بس ما تحنوا ركبتكم. الشغلات كمان اللي حتساعدكم اللي هي التبخيرة، التبخيرة بالأعشاب هذه اللي حطنا لكم وصفات كتيرة، هذه لازم تعملوها يوميا. هذه التبخيرة هي اللي حتنظف وحتشيل السموم وحترخي العضلات في المنطقة الأمامية وحتخفف من وجع الرأس وحتعطيكم أكسجين أكثر ومواد ضد الآلام بشكل أفضل. المضمضة، المضمضة بدكم تعملوها يوميا مرة مرتين ثلاثة، نفس المحلول اللي بدنا نتغرغر فيه بنتمضمض فيه، بنغسل مناخيرنا فيه. هذا المغلي، مغلي نعنع، مغلي زعتر، مغلي بابونج، مغلي شاي أخضر، مغلي
المواد اللي موجودة كتير والشاي كتير ونوعياته كتير، يعني هاي فيش عندي مشكلة شو أغلي، المشكلة إني بس أغلي وأحط عليها ملعقتين ثلاثة خل مع ليمون وأصير أعمل مضمضة مضمضة وشوية ملح، ملعقة ملعقتين من الملح أخلطهن غرغرة مضمضة. هذه لازم نعمل. والتبخيري نفس الشيء، هاي حتساعدكم تناموا، احنا بدنا ننام، بدنا ننام عشان يصير في عنا النمو. كل العمليات إعادة البناء، بناء الأعصاب المنهكة بسبب المشكلة هذه، وبناء الغضاريف اللي تمزقت وبدنا نرجع نبنيها، فبدنا بناء يعني والبناء بيكون موجود فقط في الليل، فقط بيكون موجود لما ناخذ كل هالمواد الصحية هذه قبل ما ننام، الشاي والزيت زيتون والسلطات وعظام البقر وعظام الغنم ومش عارف ايش الشوربات الساخنة. في هاي الحالة انا وفرت المواد الخام واللي تشغل هالهرمونات، وفترة الليل الثمان ساعات بتبلش الغدة النخامية تعمل في هرمونات النمو اللي تعمل عملية تسريع من هالبناء اللي حيحصل في فترة الليل، وفترة الليل بتبلش هالمواد الخام اللي حطناها عن طريق النظام الغذائي تاخذ مفعولها. ومدام احنا نايمين صح زي ما حكالنا الدكتور وحطينا البشكير والشال هذا تاعنا وخلينا المسالك مفتوحة للدماغ، يعني الدماغ بنغسل في فترة الليل بهذه الوضعية وبصير في عنا ارتياح وبتخف حدة هالآلام هذه بشكل كبير. بمشي أول يوم على نفس النظام ونفس الحركات، هاي الحركات لا تتغير، الأربع حركات لمدة ثلاثة أيام. ثلاثة أيام حسيت إنه الوضع مستقر والألام صارت تروح وتيجي، في هاي الحالة بتطلق بتصير شوية تسخى في عملية تحريك ركبتك شوي شوي. بس إذا الثلاثة أيام هاي صارت وحسيت تحسن بالمقارنة مع شدة الألم قبل، في هاي الحالة لا برد بضيف لإلها ثلاثة أيام لحد ما أخلص الأسبوع، وبعد الأسبوع بيكون الوضع جاهز إني أرجع وأشيل هالشال وأحرك ركبتي وأعمل حياتي شوية مع عمل هذه التعليمات مرة مرتين ثلاث في اليوم مش كل ساعة. بعد أسبوع إذا حسيت إنه الألم راح وخلاص وكل شيء تمام، بستنى لي ابو اسبوع راحه، اسبوع راحه، مر الاسبوع الراحه وانا ما بشعر في الالم، كل شيء طبيعي 100%، بعدين بصيروا تروحوا على التمارين الشديده وستريتشنج ومش عارف ايش، هاي اللي بنحط لكم اياها دائما عشان تزيد الليونه وتقوي الرقبه. هلا من التمارين كمان اللي مع هاي الحركات لازم انا اسوي بعض الانقباضات للعضلات اللي هدفها تزيد الدورة الدموية وهدفها تقوي العضلات بدون ما احرك ركبتي، لانه ممنوع احرك ركبتي. اذا كيف بدي اعمل تمارين ممكن تزيد القوة؟ بخلي الشال على ركبتي وبصير اعمل بس ايزومتريك اكسرسايز بنحكي لها، يعني حركة عضلات بدون ما يكون في عنا حركة. ففي هاي الحالة بس بحط على راسي وانا رافع راسي وبشد لقدام، بشد وانا ما احرك لخمس ثواني وبرقي. نفس الاشي بحطها على الجهة اليمين، بشد خمس ثواني، واحد اثنين ثلاث اربع، وبرخي ما بحني راسي بس بشد. نفس الشيء اليد الثانية، خمس ثواني وبرخي. هذا الشد وهذا الكونتراكشن تاع العضلات بخفف الألم مباشرة، يعني الجهاز العصبي بصير المجسات الحسية بتخف حدتها لأنه في عنا صار عضلات بتشتغل وأعصاب تانية بتشتغل، وهذا حيقوي العضلات لأن بدنا حزام قوي حوالين الرقبة يمسك الرقبة بدل هالشالة هذه اللي حنحطها فقط مؤقتا لأسبوع. هذه التمارين لا الايزومتريك، وممكن تضيفوا لها هاي، بتحطوا ايدكم على لحيتكم خمس ثواني على اليمين وخمس ثواني على الشمال، وبعدين بتحطوا ايدكم هون وخمس ثواني اشد لتحت وارخي، خمس ثواني وارخي. تعملوها على راحتكم بدون اي الام، ممنوع الام، اي شغلة فيها الام ما تسووها الا الشغلات اللي حكينا لكم عنها. شوفوا للحركات اللي بتناسب معكم وبلشوا
بدون اي يعني. هاي الحل الوحيد انا بقول لكم يعني، جمعنا لكم كل شيء مع بعض، كل الطرق العالميه سواء تغذويه حركيه نظام حياه ادويه مساج مش عارف ايش، كلها علاج تكاملي للانزلاقات الغضروفيه الحاد. مش يجي واحد يقول انا عمري 60 سنه يا خالتي وعندي انزلاق غضروفي وعملتها باسبوع هاي التعليمات بس صار في عندي تحسن 50%، وانت قلت 100% 100% للانزلاقات الغضروفيه الشباب اللي لسه في عندهم ديسكات فيش لسه مش ناشفه، هذه 100%. بس اللي ناشفه يعني اللي زي حالات خالتي وخالتك وعمتي وعمتك وسيدي وسيدك، هدول خلص هدول بس اللهم هاي التعليمات ممكن يعملوها، هاي هتفيدهم كتير بس هتحسن 50%. هاي عشان تحسن 100% بدنا نعملها 3 شهور 4 شهور متتالية، ساعتها بتجيب نتيجة. بس مع تعاون الديسكات الحادة هاي النتائج بتيجي بعد 10 دقائق ربع ساعة لازم نبلش نحس. إذا عملتوا التعليمات هذه بحذافيرها زي ما قلت لكم وما صار أي تغير في الآلام أو زادت الآلام، في هاي الحالة تسحبوا حالكم وتروحوا على الدكتور مباشرة لإعادة التشخيص. بيكون في عندكم على الأكيد مشكلة في تشخيص الحالة، لأنه لو في ديسك ويمكن علاجه هذه التعليمات هتعالجه، إذا ما عالجته فساعتها صعب انكم تروحوا او تاخذوا او التشخيص يكون صعب. في الحاله بضل الخيارات الثانيه مفتوحه قدامكم، بس اضمنوا انكم تكونوا بواجبكم وتحموا حالكم من عمليه، تحموا حالكم من شلل. يعني الشغله بتستاهل انكم تتبعوا الخطوات هذه اسبوع زمان وحتنتهوا من الموضوع. شكرا لكم، تحياتي، سلامات.